بكل صراحة هو التقييم مش غادي نقول لك هو إيجابي من جميع النواحي، ولكن بالأخص الحاجة اللي نشير لها هي الطقس اللي لعبنا فيه اليوم. طقس حار وصعيب على أن اللعاب يبذل واحد المجهود كبير بحال هاد المقابلة ديال الكأس، وبالأخص في الربوع ومقابلة اللي غتديك للنصف النهاية. فحقيقة بذلوا مجهود كبير لا أولمبيك خريبكا ولا الجيش الملكي. حقيقة فريق أولمبيك خريبكا بدا واحد البداية وكنا متوقعينها، لأنهم منهزمين بجوج لصفر، وهذه مقابلة أكس كأس خاصهم يسجلوا الأهداف، لأن الأهداف هي اللي يعني كتأهل ماشي النقاط انتي. ولهذا ندافعوا من منذ انطلاق المقابلة، وكانوا تمريرات عرضية غير حنا كنا مستعدين لهذه الانطلاقة ديالهم ودرنا جميع الاحتياطات.